هذا اللاعب الرائع اللي أبدع في الملاعب السويدية والنرويجية حلمه أن يلعب مع المنتخب العراقي، فهل سيتحقق ذلك؟ أنا حمزة ورحلة إبداع جديدة، يلا أحكيكم القصة. دانيلو بركان السعد من مواليد 24 شباط 1999 السويد، والده عراقي وأمه من تشيلي. بدأ لعب كرة القدم في 6 سنوات من عمره واستمر حتى احترف في نادي ساندفيورد النرويجي. دانيلو اللاعب الأعجوبة بالطموح العالي جدا، أبدع بشكل منقطع النظير في الملاعب الأوروبية وما تخلى عن جذوره العراقية، وقال حلمه أن يلعب في المنتخب العراقي ويحمل علم العراق. Att spela för irakiska landslaget och bära flaggan skulle jag vara stolt. كاساس هنأوا على أدائه الممتاز، والسفارة العراقية أكملت أوراق اللاعب حتى يكون مستعد للقدوم إلى العراق. شكرا لك دانيلو، وننتظرك في العراق يا بطل. دانيلو فيمالا.